ما رأيكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين منفصلين وهو لا يستطيع الصوم 4 أشهر، أي 2 شهر لكل جماع، وسبب عدم المقدرة في الصوم هو عجزه عن الصيام لطول المدة؟ ما هو طول المدة عذر، طول المدة ما هو عذر، إذا كان أنه صحيح الجسم وقوي يقدر على الصيام يلزمه الصيام، لكن ما يصوم 4 أشهر جميع، صوم 2 شهر أول ثم يرتاح مدة ثم يصوم 2 شهر الباقيين، ما يوالي بين 4 جميع. نعم. أما إذا كان ما يستطيع الصيام من ناحية جسمه أو من ناحية أنه ما يستطيع من ناحية صحيحة، ما هو بكسل ولا، لكن هو ما يستطيع من ناحية جسمه أو من ناحية استطاعته، فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا بدل الصيام. فكفارة الجماع في رمضان مرتبة، أولا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليك. لكن ما يصار إلى الإطعام إلا إذا عجز عجزا حقيقيا، ما هو بكسل. نعم.